نزار الزويلي ترجع لمحمد المثنيني بالراس، ايمن الترابلسي كوره للسماريس سليم بلقاسم يابلا مساكن، تمشي الكوره للسماريس سليم بلقاسم، هذه هجمه لصالح نجم نادي الساحل للتمرير، كوره خطيره والهدف الاول للنجم الرياضي الساحلي، الهدف الاول لصالح النجم الرياضي الساحلي ايمن الساقسي بهذا التوقيت بالضبط. الدقيقة الثانية من المباراة يعلن افتتاح النتيجة هنا في ملعب بمبلا لصالح النجم الرياضي الساحلي. أمامكم الصورة والإعادة من الشرميتي تمهيد ثم أيمن الصفاقسي داخل منطقة الجزاء حط الكرة في شباك مروان العبيدي حارس مرمى النادي البمبلي واحد بلاش. إذا هنا هجمات النجم الرياضي الساحلي تأتي بالجديد في المباراة وافتتاح النتيجة 1-0 لصالح النجم الرياضي الساحلي. الإمضاء أيمن الصفاقسي في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول، ترجع الكرة لإيهاب المساكني، إيهاب المساكني مع أيمن الترابلسي لوسط الميدان، مثنان مثنان خدوات مع شرميتي، مثنان مثنان التمهيد والتوزيع كورة والثاني لا والثاني بالفعل، الثاني بالفعل ثبتوا من الإعادة صورة الهدف مشى لوسط الميدان الجوج. انا شاهدت المساعد الثاني مشى لوسط الميدان، هل احتسب الهدف حافظ ام لا الحكم وسيم؟ فما مخالفه، فما مخالفه. شاهدوا الاعاده، العرض البطيء، العمليه الاولى بون هدف هدف هدف, هدف. هدف. يعني انا شاهدت المساعد، انا ديما في المحاولات نشاهد مساعد الحكم يمشي للسونتر او لا. الهدف الثاني يعاود لنا مشكور سمير المحفوظي الصورة والعرض البطيء، التسديد كان مرة أولى ثم بالرأس ثم ارتماء من أيمن الصفاقسي حامل قميص رقم 12 يسجل الثاني للنجم الرياضي الساحلي في توقيت 24 دقيقة لعب الثاني.